بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنجرب نكتب كود في قلب الداينامو. الكود بيسهل عليك حاجة كتيرة جدا، بدل ما تقعد تكتب شفرة طويلة، بدل ما تقعد تحط بعض العناصر كتيرة، لا ممكن تكتب شفرة كود تسهل عليك. خلينا نجرب بس نعمل حاجة بسيطة جدا. احنا هنجمع رقمين او نضرب رقمين، بلاش نضرب، خلينا نجمع. طيب خلينا نقول له دلوقتي انا هعمل ايه. عايز اعرف متغير كود بلوك، تمام. طيب خليني دلوقتي عايز اكتب زي ملحوظات، فاقول له شرطة واقول له نجمة واكتب بقى اللي انا عايزه، تمام. شرطة ونجمة دي يعني معناها ان انت ممكن تقعد تكتب كذا سطر، ولما تخلص خالص نجمة شرطة خلاص، اي حاجة تكتبها بعد كده دي هتبقى الكود بتاعك. الكومنت ده تعليق ليك انت، مش حاجة تتنفذ، يعني مش هيكتب حاجة، تمام. ده مجرد تعليق عشان تفهم الكود. طب لو انا هكتب سطر واحد شرطتين واكتب بقى اللي انت عايزه، مثلا هلو وورلد. اي حد بيتعلم اي لغه برمجه لازم بيكتب هلو وورلد اول كلمه، لو ما كتبهاش تقريبا بيسجن 10 سنين وبيدفع غرامه 1,000,000 درهم. طيب دلوقتي بقى ايه، هبدا اعرف داله. يعني ايه داله؟ يعني فاكشن. يعني ايه؟ يعني بقول له تتعامل مع الارقام ازاي، يعني تتعامل مع العناصر ازاي. يعني بديله مثلا بدل ما تقعد تكتب الحاجة كذا مرة، لا هتعملها دالة وكل ما تعوزها تستدعيها، تمام. فهقول له ايه دي اف، تمام، يعني عرف لي، واقول له اسم الدالة وليكن مثلا هنسميها اكس مثلا، تمام. وبين قوسين هقول له المتغيرات اللي موجودة ايه، مثلا انبوت واحد، تمام، وبعد كده انبوت اتنين. ما هوش هينفع يجمع رقم لوحده، لازم رقمين، تمام. طيب وبعد كده هقول له حط لي الحاجات بين الاقواس ديت، تمام. طيب هنا بقى هبدأ اكتب الكود بتاعي، ماشي. طيب هقول له بعد كده ايه، هقول له اجمع سم هتساوي اجمع انبوت واحد مع انبوت اتنين، واديله سيمي كولن، لازم سيمي كولن. وبعد كده هقول له بعد كده ايه الريتيرن، يعني الحاجة اللي هترجع لي الريتيرن هتساوي سام والسيمي كولن، تمام. طيب هو كده ما اعترضش على الكود، يبقى كده الكود ده سليم. هاجي اقول له بقى اعمل لي كود تاني، ما بلاش بقى نعمل كود تاني وتالت ورابع، مفيش اي مشكلة خالص. طيب بيقول لي انت عايز تتعامل مع ايه، هقول له انا عايز اتعامل مع الداله اللي هي اكس وبين قوسين. ممكن نقول له ان واحد وان اتنين، تمام. طيب هو كده محتاج متغيرين، المتغير ده هيحطه هنا والمتغير ده هيحطه هنا. هقول له عايز كود، هديله رقم هنا مثلا وليكن 300 مثلا او 333، سيمي كولن. ممكن الحاجات دي وانت شغلك بالبرنامج يكون مثلا قطر دايرة، قطر اي حاجة يعني، تمام. اهو هو جمعهم، بس خلينا نشوفها في الشو. شو او واتش جمع 333 على 222 ب 555، تمام. اي ارقام هو على طول هيجمعها تلقائي. ده مجرد بس مثال لفكرة ان احنا ازاي نعرف فاكشن وازاي نتعامل مع الكود وشفرة الكود، عشان بعد كده ان شاء الله نبدأ ندخل في ان انت تدخل في البرنامج لغة البايثون، تبقى حاجة قوية جدا وتوفر عليك وقت كتير.